عمت الاحتفالات محافظة قنا وسط أجواء من البهجة والفرحة. خرجت العائلات بأكملها في محافظة قنا لحضور الصلوات والاحتفال بعيد الميلاد المجيد. العالم كله محتاج للسلام، السلام اللي رتلت به الملائكة وقالت المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام. نطلب من إله السلام الله القدوس أن يحل بسلامه الكامل جوا قلوبنا وجوا بيوتنا وجوا بلادنا الغالية مصر. بقول لكل أمة المصرية كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الميلاد المجيد، ويا رب دايما نكون مع بعض. كل سنة وأنتم طيبين، ومصر دايما يا رب بخير وطيبة، ودايما يا رب نكون وحدة واحدة وسنة سعيدة على الكل. احنا النهاردة يعتبر عيد كبير، عيد ميلاد السيد المسيح، بنحتفل به كل سنة وبنهن السيد رئيس الجمهورية السيد الفتاح السيسي اللي هو يعني عمل كل حاجة حلوة في البلد.